وسلم: الحب النار المشتعلة في القلب، النار المتوقدة التي لا يطفئها إلا النظر إليه. لا يطفئها إلا مشاهدة هذا النور. وكنت أظن أن المشاهدة تطفئ هذه الحرارة، ولكن ثم نظرة واحدة زادت الاشتعال وزادت الاحتراق. حتى كأنه لم يوجد في هذا الوجود أحد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا نور الوجود. صلى الله عليك يا من بجاهك نسأل الله أن يسعدنا، نسأل الله أن يجمعنا بك يوم القيامة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، نظرة واحدة يا إحبابي تغنيكم عن الوجود كله. ولو كانت في المنام، ولو كانت في الظل والخيال، فكيف لو رفع الغطاء؟ وكيف لو شاهدت بلا حجاب؟ لذلك وصيتي لكم: أكثروا من شيئين أساسيين: ذكر الله ليرق حجاب القلب، وكثرة الصلاة على رسول الله لتجذب إليك تلك الروح. فالذكر صفاء القلوب، رقة الحجاب، حتى يصبح القلب شفافا، شفافا ترى من ورائه كل شيء. ثم تأتي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن تحملك إليه وإما أن يأتي إلى زيارتك حسب جذبك وحسب تعلقك. فإن كنت صادق التعلق أتاك وزارك، وإن كنت بارد التعلق لا بد لك من الذهاب إليه. ينفق الإنسان الأموال حتى يذهب إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وما أجمل ترابها وظلالها. ولو كان صادق الحب لالتقى به في كل يوم 5 مرات. هل يعتبر صادق الحب من يغيب عن حبيبه يوم أو يومين؟ هذا صادق بالحب، يمر عليك يوم أو يومين، فكيف إذا كان أسبوع أو شهر هوى وتعتبر نفسك أنك تحب؟ ورب العزة جل وعلا
رب العزة هو الذي جعل في كل يوم في كل يوم في كل صلاة سلام على الرسول الأعظم، سلام خاص في كل صلاة، السلام عليك أيها النبي. أفقهت أيها المسلم؟ أفقهت؟ فقهت الصلاة على رسول الله أن تلتقي به في كل صلاة، في كل صلاة تلتقي به. كيف تلتقي به؟ كيف تلتقي به وهو معك لم يغب عنك؟ واعلموا، اعلموا، والعلم يقيني، اعلموا أن فيكم رسول الله. فإذا لم يكن رسول الله في أعصابك وخلاياك وطوايا قلبك وخلايا وجودك، فأين أنت من الحب؟ أين أنت من الحب؟ وخاضوا بحار الهوى دعوى فما ابتلوا، لكن أهل الحب، أهل الحب يقولون: وتبكيهم عيني وهم في سوادها، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. كيف يبتعد عنك من كان هو روح وجودك؟ كيف يبتعد عنك من كان هو مصباح حياتك، مفتاح وصالك؟ كيف تبتعد عنه أو يبتعد عنك؟